أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. ورد سؤال في كتاب المتشابهات للسيد أحمد الحسن عليه السلام في الجزء الأول: ما معنى السبع المثاني؟ جاء جوابه عليه السلام، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني في هذه الآية هي آيات سورة الفاتحة، والمثاني مأخوذة من الثناء أي المدح والحمد، فآيات سورة الفاتحة سبع آيات كلها آيات ثناء على الله سبحانه وتعالى، ولذا سميت السبع المثاني. والرسول صلى الله عليه وآله في هذه الحالة هو الثاني المثني أي المادح والحامد، ولو سميتها الحمد يصبح الرسول صلى الله عليه وآله هو الحامد أو محمد وأحمد. والقرآن كله في الفاتحة، ولهذا أفرد الله منته على الرسول صلى الله عليه وآله بالفاتحة المباركة. ولما كان القرآن تفصيل للفاتحة أصبح القرآن كله ثناء على الله سبحانه وتعالى عند أهله، فصح أن يسمى القرآن كله مثاني. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. والمثاني الناطق هم الأئمة عليهم السلام، وهم سبع آيات ثناء على الرسول صلى الله عليه وآله في هذه الأرض وفي جميع العوالم، تفتخر الملائكة بخدمتهم واتباعهم وضرب أعداء الله بين أيديهم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الثمانية ولد الحسين والقائم المهدي عليهم السلام والأئمة من ولد القائم المهدي عليه السلام. وقد ورد عنهم عليهم السلام أنهم هم المثاني: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.